بين مصدق ومكذب للخبر، خاصة في أزمة الوقود التي تعيشها سوريا الآن، أثارت سيارة المخترع السوري محمد عجيب والتي تعمل على الماء بدلا من البنزين جدلا كبيرا في الشارع السوري في ظل أزمة المحروقات الخانقة التي تعيشها سوريا. يقوم المخترع منذ 3 سنوات بقيادة سيارته التي تعمل على المياه في شوارع بلدة جبل التابعة لمدينة اللاذقية في الساحل السوري، مستخدما جهازا قام بتصنيعه ويصلح استخدامه في جميع السيارات وباصات النقل العامة على حد قوله. نتيجة هالأوضاع اللي نحن فيها، فحاولنا نعمل شيء يخفف العبء عنا وعن الناس اللي حوالينا، فكان عملية دراسة خلية الهيدروجين. خلية الهيدروجين في إلى مشاكل كثيرة من خلال البحث، 2 سنين أنا أطلع على آلاف التجارب اطلعت وشفت في نقاط ضعف وفي عيوب بالتجارب اللي تمت سابقا. فبعد 2 سنين من البحث والتجريب وصلت على خلية بتعطي إنتاج وقود أفضل من البنزين بأضعاف، والخلية آمنة، والكل النقاط العيوب اللي كانت موجودة بالخلايا تجاوزتها. ونقلا عن المخترع محمد عجيب، فإن الجهاز يستخرج عنصري الهيدروجين والأكسجين على شكل غاز يتحد مع الهواء مع الوقود في محرك البنزين ليعطي وقودا جيدا واحتراقا كاملا للوقود دون انبعاثات الغاز من عادم السيارة، مما يجنب تلوث البيئة والأمراض الناجمة عنه، إضافة إلى توفير الوقود بنسبة 30-40%. الخلية إلى راكبة على سيارتي 3 سنوات، أولادي عائلتي بتطلع بالسيارة وبنمشي فيها بكل ثقة. خلال 3 سنوات ما صار عنا الحمد لله أي مشكلة، لأنه نحن ما بنقدر نقول الجهاز جربناه إلا بعد وقت طويل. عارف أنا لما كنت أمشي بشارع في حركة باصات وسيارات كنت حس بضيق بالنفس، وكنت يعني يكون مزعوج يعني من الكربون والطالع والأدخنة الطالعة من السيارات. هذا أحد الدوافع اللي دفعني كمان أني أنا حاول نظف البيئة. الجهاز صار عليه أكثر من تجربة وصار في عليه هلأ أقبال وطلب للقطاع الخاص. والمخترع عجيب يقوم حاليا بتصنيع عنفة لتوليد الكهرباء من الرياح، وأضاف عليها تعديلات بهدف استقبال أكبر كمية رياح حين انخفاض شدتها صيفاً.